gratulieren Herr Präsident Assisi. Ich freue mich, Sie hier im Kanzler begrüßen zu können. Es passt, dass wir uns heute Mittag schon im Rahmen des Petersburger Klimadialogs gesehen haben, hier in Berlin. Denn unsere beiden Petersberger Klimadialogs und unsere beiden Länder machen sich gemeinsam stark an diesem Klimaziel. Im November wird sich die COP27 in Ihrem Land verhandeln. Das ist ein ganz wichtiges Treffen. Wir sollten die Konferenz in Sharm el-Sheikh nutzen und insbesondere die Länder in den Blick zu versammeln. Es ist ein ganz wichtiges Treffen. Wir sollten die Konferenz in Sharm el-Sheikh nutzen, um insbesondere die Länder in den Blick zu nehmen, die besonders vom Klimawandel betroffen sind oder in حوار اليوم يعد تمهيدا وتوطئة لمؤتمر الأطراف في شرم الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل. in aller Welt das Tempo hochhalten und möglichst überall den Ausstoß. ومن ثم فإن علينا جميعا تسريع وتيرة العمل المشترك. haben wir uns in der Europäischen Union auf sehr weitreichende Beiträge verständigt. إننا داخل الاتحاد الأوروبي قد اتفقنا على مسار واضح وهو إنجاح هذا المؤتمر. يجب علينا أن نسعى حثيثا إلى تنفيذ ما تم خطط عنه اتفاقيات باريس. ومن أهمها تقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التحول المناخي. فيما يخص المحاولات والمبادرات التي جرت فإنني أسعد كثيرا بأي مساعدة وأي دعم تقدم لما نقوم به من مبادرات لدعم هذه الجهود. من بين الأشياء المهمة التي تناولتها المباحثات مسألة الحرب الأوكرانية والتحديات التي نواجهنا في هذا الصدد. إن كثيرا من الدول التي تقع على ما بعيدة من منطقة الصراع المتأجج قد نالها تأثر بالغ مما يحدث في الأراضي الأوكرانية. لقد قامت روسيا بحربها على أوكرانيا بتكبيد المجتمع الدولي خسائر فادحة. وعلينا أن نتخذ قرارا جماعيا ضد هذا الإجراء. إن مصر تلعب دورا محوريا ومهما في مسألة تثبيت الأوضاع في غزة على سبيل المثال. هذا يضاف إلى ما تلعبه مصر من دور محوري في تثبيت الأوضاع في منطقة ليبيا على أساس إقامة انتخابات حرة ونزيهة في الأراضي الليبية. أن العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا تشهد في هذه السنة اليوبيل رقم أو الاحتفال بالسنة رقم 70 لتأسيس العلاقات المصرية الألمانية. إن علاقاتنا قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل المشترك. من بين الأمثلة المدرسة الألمانية في مصر والعديد من المنح الدراسية والطلاب المصريين الذين يدرسون بالجامعات الألمانية. هذا يضاف إلى ذلك عدد الشركات والمؤسسات الألمانية التي تعمل في مصر مما يعكس مؤشرا قويا على ثقة الاقتصاد الألماني بالاقتصاد المصري. für den Erfolg Ihres Landes. Daher möchte ich Sie ermutigen, den gerade begonnenen nationalen Dialog ambitioniert zu führen. ومن ثم فإنني أريد أن نبدأ حوارا مجتمعيا عالميا بشأن مسألة المناخ من أجل توسيع من أجل تحسين الأوضاع وتثبيتها. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. كثيرا مسألة التعاون المشترك بين مصر وألمانيا. كما يساعدني أن هذا التعاون قائم على تفاهم مشترك بين كلا البلدين وكلا القيادتين. نحن نريد أن نطور بشكل مشترك المزيد من المشروعات المشتركة وهو ما سيؤثر تأثيرا إيجابيا بالغا على العلاقات بين كلا البلدين. werden Strom und Wasserstoff von zentraler Bedeutung
ولا سيما ان دوله كبيره مثل المانيا تمثل مساله الصناعه ومساله الطاقه اهميه بالغه بالنسبه اليها. إن الهيدروجين الأخضر الذي نحتاج إليه نحتاج لاستيراده من دول أخرى، ومن يوفر إمكانية كبيرة وفرصة كبيرة لعدد كبير من الدول وما يمكننا في النهاية من تحقيق تعاون اقتصادي ناجح على المستوى البلدين. وسوف نفعل ذلك بشكل مشترك، وهو ما يشكل إشارة قوية وواضحة على تعاون بين كلا البلدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة المستشار أولاف شولتز، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إليكم وإلى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة بخالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال في برلين، وعلى المباحثات البناءة والمثمرة التي أجريناها معا اليوم في إطار حرصنا المتبادل على تعزيز علاقتنا على الصعيد الثنائي، وكذا على التشاور والتنسيق الوثيق حول كيفية معالجة التحديات الجسيمة التي يشهدها عالمنا اليوم. لقد شهدت السنوات الماضية نقلة نوعية حقيقية في الشراكة الثنائية بين مصر وألمانيا على كل الأصعدة، وكما أكدت للمستشار شولتز اليوم فإن مصر ملتزمة بالمضي قدما بكل قوة على طريق تعزيز وتعميق الشراكة التقليدية بين بلدينا وشعبينا، خاصة مع احتفالنا خلال العام الجاري بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الألمانية. السادة الحضور، لقد أعربت للمستشار شولتز اليوم عن تقدير مصر البالغ للتعاون الاقتصادي والتنموي القائم مع ألمانيا، والذي يشهد منذ سنوات مشاركة ألمانية نشيطة في جهود التنمية المصرية وانخراطا قويا للشركات الألمانية العملاقة في تنفيذ مشروعات كبرى تساهم في تغيير وجه الحياة على أرض مصر من خلال إقامة بنية تحتية ضخمة وحديثة في العديد من القطاعات الحيوية. فخامة المستشار شولتز، تشهد الساحة الدولية اليوم تحديات متعددة في ظرف دولي دقيق وحرج، ويتطلب منا جميعا إبقاء قنوات التشاور مفتوحة فضلا عن شحذ الأفكار للتوصل لحلول لمعالجة هذه التحديات. وفي هذا الإطار فقد أسعدني أن تبادلنا اليوم وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. فقد أطلعت المستشار شولتز على استعداد مصر الجارية لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، ولقد سعدت اليوم في إطار التحضير لاستلام مصر لرئاسة القمة أن شاركت مع المستشار شولتز في افتتاح حوار بيترسبورغ حول المناخ، والذي يعد محفلا مهما للتداول في كيفية تنسيق الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس حول هذه القضية التي تمثل التحدي الأبرز لمستقبل الأسرة الإنسانية بأكملها. كما تطرقت مناقشتنا اليوم كذلك إلى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب الناشئ عن الأزمة في أوكرانيا، خاصة على صعيد أمن الغذاء والطاقة في العالم، والتأثيرات السلبية غير المسبوقة التي شهدتها أسواقهما بسبب الأزمة. واتفقنا على أن الوضع الحالي يفرض على كافة الفاعلين الدوليين التحلي بالمسؤولية لإيجاد حلول وآليات عملية تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضررا. تناولت مباحثاتنا اليوم كذلك عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي تمس مباشرة الاستقرار والأمن على امتداد منطقتنا، حيث أكد المستشار شولتز أن مصر انطلاقا من دورها ومسؤولياتها التاريخية في محيطها الإقليمي عزيمة على الاستمرار في بذل جهودها الصادقة بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء لتسوية الأزمات ومعالجة مسببات التوتر في المنطقة. وقد اتفقنا على أن يظل التنسيق بيننا أزاء قضايا المنطقة مستمرا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسوريا واليمن، فضلا عن سبل مواجهة التطرف والإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية. كما أطلعت المستشار شولتز على آخر تطورات قضية سد النهضة، مؤكدا على استمرار مصر في سعيها لإيجاد حل عادل يراعي متطلبات أمنها المائي الذي لا تفريط فيه من خلال التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد. لقد تناولت مع المستشار شولتز أيضا بحث سبل تعزيز تعاوننا في مجال الطاقة سواء على المستوى الثنائي مع ألمانيا أو مع الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت للمستشار شولتز استعداد مصر التام لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها،
سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي أو من خلال إقامة شراكة ممتدة في إطار رؤية مصر الطموحة للتحول لمركز تميز في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، خاصة مع الهيدروجين من الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. واعتزازا من مصر بشراكتها مع ألمانيا والحوار الشفاف حول كافة اهتماماتنا، فقد حرصت خلال لقائي بالمستشار شولتز على إطلاعه على التطورات المهمة التي يشهدها محور أساسي من محاور عملنا الوطني في الشهور الأخيرة، هو ملف حقوق الإنسان في إطار المقاربة الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في هذا الصدد، انطلاقا من أن حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية وفي مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية التي كفلها الدستور المصري والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها. وكان على رأس هذه الخطوات إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن خطوات تنفيذية وآليات للتقييم والمتابعة بمشاركة المجتمع المدني، فضلا عن إطلاق الحوار الوطني وإنهاء حالة الطوارئ في مصر. فخامة المستشار أولاف شولتز، أشكركم مجددا على حسن استقبالكم وعلى مباحثتنا المثمرة والبناءة اليوم، وأتطلع لاستقبالكم بالقاهرة في القريب ضيفا عزيزا كريما على مصر، لنستمر معا في ترسيخ أواصر صداقة بلدينا وشراكتهما التقليدية التي نعتز بها، وشكرا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ريهام السهلي معك من قناة اكسترا نيوز مصر. وفي ظل أزمة الطاقة العالمية التي تجتاح دول العالم وأوروبا بوجه خاص، هل تناقشتم سويا يا فندم فيما يخص ما يمكن أن تقدمه مصر من تعاون مع أوروبا، يعني بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال؟ وطبعا يعني ده لا ينفصل عما طرحته سيادتك من رؤية مصر في مؤتمر غزة في البنود الخمسة، وتحديدا الجزئية الخاصة بهذا الملف. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. الحقيقة احنا تناولنا هذا الموضوع وتحدثنا فيه كثيرا في إطار أن أزمة الطاقة أزمة عالمية كاشفة، مش فقط في توفر إمدادات الطاقة، ولكن أيضا في تكلفة هذه الإمدادات، والتي تؤثر بشكل مباشر على يعني الأسعار في دول العالم ومن ضمنها مصر طبعا. وأنا عايز أقول إن احنا تحدثت في هذا الأمر، إن المطلوب التنسيق والتعاون بين كل دول العالم فيما يخص هذا الملف أثناء حديثي أو خطابي في مؤتمر جدة عن موضوع الطاقة تحديدا. وعايز أقول إن احنا يعني وقعنا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بحضور رئيس المفوضية بشأن هذا الموضوع، واستعداد مصر إنها تقدم ما لديها من تسهيلات للغاز اللي موجود في شرق المتوسط عشان يصل إلى أوروبا لتخفيف من أثار هذه الأزمة. نقطة مهمة كمان أقولها في هذا المجال أيضا، إن احنا مصر كانت منتبهة جدا، ويمكن ما كانش في أزمة ولا حاجة قبل كده، وأنشأت منتدى شرق غاز المتوسط اللي مقره في القاهرة، واللي كان بيهدف إن هو يعني يعظم ويركز مصادر الطاقة في شرق المتوسط، ويتم الاستفادة من التسهيلات والإمكانيات اللي موجودة في مصر في هذا المجال حتى تصل هذه الطاقة أو هذا الغاز إلى يعني مستهلكي. يعني الحقيقه يعني كلامي مع معالي المستشار في هذا الامر هو ان التحديات اللي موجوده في مجال الطاقه بتتطلب مننا ايضا ان احنا يعني نتعاون حتى نخفف من اثارها. وهنا بالنسبه لينا هنا في مصر، الوزراء المعنيين مستعدين مع الاتحاد الاوروبي ومع يعني الأصدقاء في ألمانيا من المسؤولين للمزيد من التباحث في هذا الأمر. Herr Präsident, ich würde auch Herr Präsident, ich würde auch sehr gerne noch mal an diese Gasfrage anknüpfen. أريد أن أصل نقطة أخرى متصلة بمسألة الغاز. هل تستطيعون سيادتكم أن تعطونا مزيدا من المعلومات المحددة حول مسألة إمداد ألمانيا وأوروبا بالغاز
وما الذي جرى فيما يخص الاستثمارات في مجال الغاز، وإلى أي حجم تستطيع الحكومة المصرية تقديم إمدادات غاز إلى أوروبا وإلى ألمانيا، ولا سيما في ظل الاتفاقات التي وقعت مؤخرا، ولا سيما أيضا أن مصر تلعب دورا مهما في منطقة البحر المتوسط، هل تستطيعون أن تمدونا بمزيد من المعلومات المفصلة حول هذه النقطة، إمدادات الغاز الطبيعي؟ خلينا أقول إن إحنا في الـ أنا حابب بآخر نقطة أنت ذكرتها عن ملف حقوق الإنسان، لأن ده موضوع مهم قوي، ودايما لما بلتقي مع يعني في مؤتمرات من مثل هذه المؤتمرات يتم طرح السؤال ده، والحقيقة المرة دي أنا عايز أرد عليه بشكل مختلف. واسمح لي إن أنا أدعوك وأدعو معك كل من يهتم بهذا الأمر ويجي يزورنا في مصر، وإحنا هنتيح له فرصة إن هو يلتقي بكل بالجميع ويتحدث معهم، واتصور ان هو اللي حيره ارجو ان هو يجي ينقله هنا للراي العام في المانيا، لان انا بطبيعتي شهادتي في هذا الامر هتبقى شهاده مش هتبقى مجروحه زي ما بيقول عندنا كده في بلادنا، شهاده يقول لك لازم هيدافع عن نفسه ويقول ان الامور كويسه وكده. لا، تعال شوف الحريات الدينيه في مصر عامله ازاي، شوف حقوق المراه في مصر عامله ازاي، شوف حياة الإنسان اللي احنا بنتكلم حياة كريمة في مصر عاملة ازاي، اتكلم على حرية التعبير واحضر جلسات الحوار الوطني اللي موجودة في مصر وشوفها وشوف هي أخبارها ايه، واللي بتشوفه أنا كل اللي بطلبه منك انك انت تنقله نقل حقيقي فقط إلى الرأي العام في ألمانيا. هل فعلا في مصر في حرص شديد على الحريات ولا لا؟ ده أمر أنا يعني بدعوك فيه، وعشان كده بدأت الإجابة بالسؤال ده، لأن ده سؤال دايما بيطرح عليا، وبوجد أن يمكن تكون الصورة مش واضحة لكم هنا. لا، لازم تزوروا مصر، وأنا يمكن لما بيجوا مصريين ألمان بقول لهم من فضلكم التقوا بالناس وكلموهم واسمعوا منهم كل الناس بدون تدخل من جانبنا، وهتشوفوا أن احنا هذا الأمر وإحنا مش مهتمين بيه عشان أنتوا بتسألوا عنه، مهم قوي ان انتوا تعرفوا كده. احنا مهتمين بيه عشان احنا بنحترم شعوبنا وبنحبها، ومش كلام، احنا بنحترم شعوبنا زي ما انتوا بتحترموا شعوبكم، وبالتالي احنا مش مهتمين بيه عشان انتوا بتسألونا عليه، لا، ده مسؤوليتنا الاخلاقيه والتاريخيه والانسانيه تجاه شعوبنا. دي نقطه. انت سألت قلت يا ترى في مقابل امدادات الغاز ايه المقابل؟ لا، العلاقه بيننا وبين اوروبا علاقه اكبر كتير من ان احنا يبقى دايما الهدف منها ان انا يعني يتم تقديم شيء عشان نحصل على شيء اخر مقابل ليه، لكن احنا بنتكلم على تعاون وتنسيق بشكل او باخر في المجالات مختلفه، واتكلمنا على ان احنا ازمه الغذاء وازمه الطاقه هي ازمه ضاغطه جدا جدا على الاقتصاد في مصر. وهديكم مثال مهم قوي تعرفوه، وانا قلت الكلمه دي قبل كده، حجم الدعم اللي بيقدم للناس في مصر، احنا ما نقدرش نعمل زي ما بيتعمل في اوروبا هنا ان احنا الاسعار تنعكس على المواطن، ما نقدرش نعمل ده، لان ده لو حصل في مصر هيحصل مشكله كبيره جدا جدا، لان ده هيبقى يعمل تضخم هائل لا يتحمله المواطن المصري، وبالتالي هيبقى حاله عدم الاستقرار على المحك في هذا الامر. وبالتالي اللي احنا بنطلبه من اصدقائنا في اوروبا ان هم يعاونونا في هذا الامر، وايضا مع مؤسسات التمويل الدوليه زي صندوق النقد الدولي او البنك الدولي يساهموا معانا بان هم يعني يبقوا يساعدونا في ايصال رساله لهم بان الواقع اللي موجود في بلادنا ما يتحملش المعايير المعمول بيها خلال هذه المرحله حتى تنتهي هذه الازمه، حتى تنتهي هذه الازمه. فطيب هل محطات الاساله اللي موجوده في مصر، اقدر اقول لك ان كل الغاز اللي ممكن يطلع في شرق المتوسط ممكن تصديره من مصر الى اوروبا بالامكانيات المتاحه بالفعل عندنا، واحنا مستعدين نعمل ده، لان احنا بالمناسبه ان كان لنا دور نقدر نعمله في تخفيف اثار اي ازمه احنا مستعدين نلعب هذا الدور. شكرا. Schönen Dank. Ich will kurz zu beiden Fragen etwas sagen. Zunächst mal was die
جزيل الشكر. أريد أن أعلق على هذا السؤال. أود أن أقول أن هناك تاريخ طويل من العلاقات الصناعية بين مصر وألمانيا، ولا سيما فيما يتعلق بالصناعات الهندسية لمشروعات عظيمة الحجم وكبيرة الحجم في مصر، التي أسهمت في بناء البنية التحتية في مصر، والتي تطورت وشهدت تطورا كبيرا ولا سيما في السنوات الأخيرة في مجال البنية التحتية، من بينها محطات بناء الكثير من المحطات والمصانع، وعلى المستوى قصير الأجل نستطيع أن نقول محطات الإسالة لتصدير وإمداد الغاز الطبيعي إلى أوروبا إلى ألمانيا. وهذه الحقيقة التي يعرفها كل إنسان حاليا بالنظر إلى الأزمة العالمية الحالية، أننا لا نستطيع الاعتماد على شريك واحد أو طرف واحد في إمدادات الطاقة، طالما أن لدينا كثيرا من الشركاء والأصدقاء الذين يمكن الوثوق بهم. أما فيما يخص موضوع حقوق الإنسان، فكما ذكر السيد الرئيس تحدثنا عن هذا الموضوع حديثا مطولا، كما تحدثنا أيضا في مسألة الأزمة الليبية، وتحدثنا عن ضرورة إقامة انتخابات سريعة ونزيهة في الأراضي الليبية لحل الأزمة حاليا، وقد وصلنا إلى اتفاق في هذا الأمر وشعرنا باتفاق مشترك في المواضيع التي تم طرحها. جزيل الشكر.